أعزائي مشاهدي قناة الحقيقة الدولية، كما عودناكم كل أسبوع نحن الآن في مستشفى الحسين في مدينة السلط. سنقوم بجولة على عدد من أقسام المستشفى، خصوصا الأقسام التي تشهد اكتظاظا من قبل المواطنين. ومؤخرا قامت إدارة المستشفى ووزارة الصحة بإجراء عدد من التحسينات والتطويرات عليها، فكونوا معنا مع هذه الجولة. مشاهدينا الأعزاء، نحن الآن في قسم طوارئ الأطفال في مستشفى الحسين في مدينة السلط، حيث سيكون لنا لقاء مع عدد من المراجعين لهذا القسم. نتعرف عليك. حنان خوالدة. شو طبيعة زيارتك هون؟ طفلي مستفرغ كتير، تعبان شوي. طب ممكن تحكي لنا عن طبيعة الخدمات هون، مستواها، أدائهم، أداء المرضى، أداء العاملين؟ لا، منيح الخدمات والدكاترة كتير مناح ولطيفين يعني مع المواطنين، وبيمشوا بسرعة يعني، إذا ما هاي بيودوا على الطوارئ، بيعملوا فحوصات على السريع، مناح كتير الحمد لله. شكرا. نلتقي مع رئيس قسم التمريض في المستشفى، تعرف عليك. أنا رئيس قسم الإسعاف الطوارئ الممرض عبد المهدي غنيمات. أخ عبد المهدي، ممكن تعطينا يعني طبيعة الخدمات المقدمة في هذا القسم؟ والله احنا هنا مستشفى الحسين السلط، الخدمات عندنا بالطوارئ عبارة عن طوارئ تخصصي، كافة التخصصات موجودة عندنا بالطوارئ، من طبيب الاستقبال، طبيب عظام، وطوارئ الجراحة، وطوارئ الأطفال، وغرفة المراقبة الموجودة داخل القسم. طبعا استقبال المرضى بدخل من عند، ببلش من أول إشي من الطبيب العام، بتقيم وبيوزعوا حسب الحالة اللي هو جاي فيها على الطوارئ، على أساس أنه يشوفوا أو يفحصوا الطبيب المختص اللازم. ممكن تعطينا بإحصائية يومية أو شهرية لأعداد المراجعين؟ والله إحنا بقسم الطوارئ يوميا معدلنا العام للقسم بين 400 و500 مريض، بالإضافة لطوارئ الأطفال أقل إشي يوميا بين 100-140 مريض. طب أغلب الحالات يعني طبيعة الأمراض بالصيف تختلف عن الشتاء عن إشي طبيعي يعني، الحالات في فصل الصيف يعني عن حالات فصل الشتاء، أغلبية الحالات اللي عندنا بتراجعنا بالفترة هاي عبارة عن رشحات، التهابات معوية، يعني في بعض الأحيان بيجينا حوادث سير والإصابات والسقوط والشغلات زي. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، سنقوم بعد قليل بجولة على قسم آخر من أقسام مستشفى الحسين في مدينة السلط، فكونوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نحن الآن في غرفة المراقبة الرئيسية في قسم الطوارئ في مستشفى الحسين في مدينة السلط، حيث سنستمع أيضا من الأخ عبد المهدي غنيمات أيضا إلى طبيعة الخدمات في هذا القسم. أخ عبد المهدي، يعني تكمل لنا حديثك عن طبيعة العمل في هذا القسم. القاعة هون قاعة مراقبة المرضى تنقسم إلى قسمين، مراقبة رجال ومراقبة نساء. بعد ما يتقيم المريض وبحاجة إلى متابعة داخل قسم الإسعاف الطوارئ وأي إجراءات، بدخل بتلقاها عنا هون في هالغرفة، والغرفة هاي مكونة من 12 سرير. طب هل تم تزويدها بأجهزة جديدة خلال هذا العام؟ والله بالوقت الحالي يعني احنا تم تزويد القسم بأجهزة مراقبة حيوية بتوجيهات من عطوفة مدير المستشفى دكتور وائل العزب، متابعنا الأمور هاي وزودنا بأجهزة مراقبة حيوية. شكرا. نتعرف عليك. تمام الحربي. أخت تمام، كيف الوضع الخدمات الصحية في المستشفى؟ والله الحمد لله، هاي هم الشباب محترمين وهالصبايا. والله يعني الخدمات كويسة يعني؟ والله منتزين كلهم، بس نفوت عليهم على طول يكفوا معانا، يمشوا معانا، وامزح معهم ودرتش معاهم عادي، وبضحكوا معاي وبضحك معهم، يعني تعامل كويس. الحمد لله كويسين. شكرا لك. شكرا. والخدمات الحمد لله كويسين، وناسات كويسات، الشباب الشغيلة بالذات اللي تبعين النظافة كويسين كثير، أكثر من اللازمة. الشغيلة الموجودين بالنظافة عندهم خدمات أكثر من الناس الثانيين، والدكاترة هون كلهم محترمين. أنا صار لي يومين واليوم طالع إن شاء الله. هذا الوالد طبعا، واحنا بمستشفى السلط الامور طيبه وما شاء الله عن الشباب، ما حدا مقصر الحمد لله، الخدمات كلها طيبه، الامور مواعيدها بالنسبه للممرضين الدكاتره ما شاء الله الامور طيبه الحمد لله. والله الوضع تمام، بس في شويه دكاتره يعني بنتغلب لما نصل لهم. يعني بطء في وصول الدكاتره ولا شو؟ تقريبا
يعني ما حدا بفهم يعني ما بيشرحون عن الحالة اللي انت فيها بتكون. والله بيك رحب الله. ابنا مبارح امس الصبح نازع على المزرعة بثلاث طريق هو يركض زحلق وقع انكسرت رجله. والله وسعفنا على مستشفى معدي ورده حولوه على مستشفى الصرب. السام امكانياتنا ما معي امكانيات اللي ادفع مش مأمن مش مأمن مأمن عسكري مأمن عسكري وهان يضربوا بدب مصاري بتكلف. هذا ما معيش مصاري من امبارح هو والله لسه. حجي كيف الخدمات بيقدموها المستشفى؟ والله خدمات كويسة خدمات يعني احسن من هيك عبث. بس بالنسبة احنا للدكاترة مش طالب ايديهم الا غير تدفع فلوس فلوس ما معناش يعني مستوية على الحديد على الاخر. احنا جايين نراجع المستشفى قسم النسائي والتوليد. معي مريضة انا مش الي والله بس والله مستوى ممتاز حرام ما بقصروا يعني هون الخدمة ممتازة كثير الحمد لله رب العالمين كويس الحمد لله. سلامت. انا حجي تجيت من دير علة تعبانة وديت على الدكتور من الصبح من 7 الصبح للساعة 12 قال لي روحيها على البيت. روحت على البيت اول مرة واحد تغمى عليها اخواني 5 زميت انا واخواني لقينا عند الدكتور بدير علة سوالها لازم هاي الدكتور وجزاء الله الف خير. ودنا نوديها على المستشفى زعلنا من المستشفى حاطين كان دكتور منو باسمه نذير ولا ابصر ايش اسمه ما اعرف اسمه انا. كيف الخدمات المستشفى هون؟ هون ممتازه ما شاء الله. انا الحمد لله انا امي جبتها الحمها احمد ربي. انا ولدت كنتي قبل شهرين هون ما شاء الله عليهم الله يجزيهم الخير ما حدا قصر سوى الممرضين سوى القابلات سوى الدكاتره ربي يجزيهم الخير وكل واحد مستشفى السلط الله يسعده ويعطيه ألف عافية. أعزائي مشاهدي قناة الحقيقة الدولية نحن الآن في قسم الخداج في مستشفى الحسين في مدينة السلط حيث سيكون لنا لقاء مع مسؤولة القسم للحديث حول طبيعة الخدمات في هذا القسم وطبيعة الأجهزة الحديثة التي وصلت. ستر عيدة أواجمي ممرضة قانونية رئيس قسم الخداج. طبعا احنا سعة قسم الخداج 17 حاضنة. طبعا مستشفى تعليمي مستشفى تحويلي بيستوعب حالات من كل المحافظات تقريبا من دير علة من الشونة من البقعة من السلط من احيانا من عمان بيجوا كمان. طبعا بيلبي احتياجات كافة المحافظات زي ما حكينا بقائم بالخدمات المطلوبة كاملة. طبعا الأجهزة والحمد لله المتوفرة في تقريبا ما بتغطي والحاضنات الضغط اللي على المستشفى لكن يعني بقدر الامكان الامور يعني ان شاء الله يعني بيطلع المواطن من عندنا راضي بخدمات مميزه بنسبه حياه الحمد لله تقريبا 95% لانه احنا شغالين كمان على نسبه الحياه والوفاء عند الاطفال. طبعا سبحان الله هاي كلها النسب كلها كانت منخفضه جدا نسبه الحياه عند الاطفال حديثي الولاده هلا صرنا شغالين على نسبه حياه حوالي 85%. شكرا لك. مشاهدينا الاعزاء كنا في جوله في كافه اقسام مستشفى الحسين في مدينه السلط حيث استمعنا الى اراء المرضى والمراجعين لطبيعه الخدمات المقدمه. الان سيكون لنا مقابله مع مدير المستشفى الدكتور وائل العزب. دكتور وائل هل لك ان تحدثنا عن طبيعه التحسينات والتحديثات التي تمت مؤخرا على اجهزه المستشفى في كافه الاقسام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني في البداية لا يسعني إلا أن أشكركم فردا فردا القائمين على البرنامج وعلى اهتمامكم في متابعة الخدمات عامة في الوطن والتي تخدم المواطن ومنها الخدمات الصحية والتي تتربع في أولويات خدمات المؤسسات الحكومية. حقيقة التحسين والتطوير في مؤسساتنا الصحية على قدم وساق في استمرار على مدار السنة من حيث تحديث الأجهزة تحديث بعض الأقسام وما هو جديد جهزناها من حيث الأجهزة من حيث الكوادر الطبية والحمد لله أمورها بالسليم. قمنا بتحديث بعض الأقسام مثل أقسام الخداج
مثل أقسام النسائية والتوليد. تم زيادة أعداد أسرة أو وحدات غسيل الكلى من 13 وحدة إلى 17. بالمقابل قسم الخداج وقسم الأطفال تم زيادة عدد الحاضنات، والتي كانت متوفرة 12 حاضنة والآن بحمد الله قرابة 20 حاضنة في قسم الخداج وحاضنتين في قسم الأطفال. هاي بتكون الحاضنات احتياطية. المشاهدين الأعزاء، استمعنا من مدير مستشفى الحسين في مدينة السلط الدكتور وائل العزب إلى واقع الخدمات وأعداد المراجعين المقدمة لأبناء مدينة السلط والبلدات المجاورة ومستوى مراجعات المواطنين اليومية والشهرية. من مستشفى الحسين في مدينة السلط، معاذ عصفور.